معرض أهلا رمضان في مدينة نصر. والحقيقة يمكن زي ما حضراتكم شايفين وتابعتوا معانا، الحقيقة المعرض معرض ضخم جدا، 126 جناح بيمثلوا الحقيقة يعني 80% تقريبا من الشركات اللي بتعمل في قطاع الصناعات الغذائية. ويمكن زي ما حضراتكم تابعتوا معانا الواحد الحقيقة اطمأنيت أولا على توافر كل السلع والمنتجات الغذائية اللي مطلوبة من المواطن المصري في حياته اليومية، وبالذات طبعا عشان عارفين بيبقى كل سنة وحضراتكم طيبين شهر رمضان المبارك على الأبواب، بيبقى دايما يعني هناك يعني الاستهلاك بيبقى بنسب أعلى شوية من المعتاد. فالحمد لله يمكن اطمأنينا على يعني توافر كل السلع من كل الشركات الكبيرة اللي بتنتج كل المنتجات، الحقيقة موجودة بأسعار يعني أكثر من ممتازة. النهاردة في نسب خصم كبيرة جدا بتصل إلى 50% في عدد كبير من السلع يعني. وخليني يمكن أتكلم ببعض يعني المنتجات بالذات اللي كان دايما بيثار يعني عليها موضوع الأسعار والسلع بتاعتها، وعلى أخص موضوع الدواجن. النهاردة يمكن أسعار الدواجن اللي موجودة النهاردة واللي إحنا كان يمكن عشان يعني نعالج الفجوة اللي كانت موجودة في الإنتاج المحلي، الحقيقة استوردنا كميات معينة من الدواجن علشان تقدر إنها تغطي احتياجات السوق، والحمد لله النهاردة متوفرة بأسعار يعني جيدة جدا جدا وفي متناول المواطن. نفس الكلام لكل أنواع السكر والرز والزيت، والحقيقة كل السلع اللي ممكن إن شاء الله المواطن والأسرة المصرية هتكون في احتياج ليها على مدار شهر رمضان. ولكن أنا عايز أقول وإحنا واقفين النهاردة إن إحنا وصلنا إلى أكتر من 552 شادر على مستوى الجمهورية، اللي هو يمكن حركم تتذكروا من ساعة ما يعني توافقنا وأعلننا إن إحنا هنبدأ من شهر يناير الماضي إن يتعمل منافذ وشوادر في كل محافظات مصر. إحنا النهاردة وصلنا إلى 552 شادر، بالإضافة طبعا للمنافذ الأخرى التقليدية. ويمكن يعني حصل كمان يعني اتفاق مع سلاسل القطاع الخاص، الهايبرات والسوبر ماركتس، ان برضو بقى في جناح في كل هذه الهايبرات للسلع اللي احنا بنقدمها النهاردة بأسعار المخفضة. انا عايز بس اوجه رسالة مهمة جدا للمواطن المصري، احنا الحمد لله كدولة قادرين نوفر كل السلع بكل الكميات المطلوبة واللي تكفي الاحتياج وتفيض. وبالتالي يعني كل اللي بوجهه كرسالة ان احنا الحمد لله السوق والاحتياطيات بتاعة هذه السلع تكفينا لشهور قادمة، وبالتالي مش عايزين يبقى فيه تكالب ولا شراء بكميات اكبر يعني على اعتبار ان عندنا ازمة، بالعكس تماما. وانا بأكدها لحضراتكم وحنشوف وحندابع على مستوى كل هذه المعارض وعلى الشوادر، يعني مش هنسيب اي حاجة تخلص، بالعكس السلع كلها متوفرة بكميات كبيرة. والحقيقة القطاع الخاص وانا بحييه في هذا الموضوع، بالاضافة الى طبعا الشركات الوطنية اللي بتنتج هذه السلع الرئيسية، عندها كمية الانتاج والمخزون الكافي جدا لشهور قادمة. فانا دي حابب ان انا اؤكد على هذه الرسالة للمواطن المصري، السلع كلها متوفرة وإن شاء الله هتبقى الخدمة موجودة على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، علشان يبقى كل حاجة متوفرة للأسرة المصرية. وبإذن الله يعني شهر إن شاء الله يبقى شهر مبارك وعظيم علينا كلنا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. متشكرين يا جماعة.